من خاركيف شرقا إلى ليفيف غربا وصولا إلى خيرسون وأوديسا جنوبا أزيد من ثمانين صاروخا بعيد المدى ومسيرات مفخخة استهدفت العديد من المناطق الأوكرانية في أكبر هجوم تقوم به القوات الروسية منذ أسابيع طال منشآت البنية التحتية الأوكرانية أدت محاولة أخرى لشن حرب على الحضارة إلى انقطاع مؤقت للكهرباء والحرارة والمياه في بعض مناطقنا ومدننا نتيجه لهذه الضربه تم فصل محطه الطاقه النوويه زابوريجيا عن شبكه الطاقه مره اخرى وهذا يعني ببساطه ان روسيا لا يمكن ان تكون مشاركه بحسن النيه في اي علاقات في المجال النووي هيئة الأركان الأوكرانية من جانبها أكدت أن قواتها نفذت ثلاث غارة استهدفت مواقع تمركز للقوات الروسية، وصدت أكثر من 100 هجوم على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية في باخموت بعد إعلان القوات الروسية أنها عززت مواقعها فيها وسيطرت على الجزء الشرقي منها بعد معارك دارية وجهت القوات المسلحه الروسيه ضربه انتقاميه واسعه النطاق اصابت المراكز الرئيسيه للبنيه التحتيه العسكريه لاوكرانيا ومؤسسات المجمعات الصناعيه العسكريه فضلا عن منشات الطاقه تم تحقيق الهدف وتدمير قواعد الهجوم بالطائرات بدون طيار وتم تعطيل نقل الاحتياطيات والنقل بالسكك الحديديه للاسلحه الاجنبيه ومرافق انتاج المعدات العسكريه وتعطيل انتاج الذخيره. تصاعد وتيره الهجمات الروسيه يوحي وفق مراقبين ان موعد حسم الحرب قد اقترب، الا ان الصمود الاوكراني قد يضع سيناريوهات اخرى تكون باخموت منطلقها سواء اذا سقطت في يد الروس او استمات الاوكران في الدفاع عن المدينه الاستراتيجيه.